جامعة النيل ده بيتي حرفيا، وانا بحب المكان ده من كل قلبي بجد. ثانك يو ان انتي عرفتيني على اصحابي وعلى دكاترة، بجد كانوا لايك مادرز فور مي هنا في الجامعة، وكانوا دايما سبورتيف وكانوا دايما معانا، الدنيا كانت ايزي جدا. شكرا جامعة النيل، كان نفسي فيكي من زمان ونفسي ادخلك من زمان جدا. بجد شكرا للجامعة انها خلتني الشخص اللي انا فيه دلوقتي. انا حقيقي ممتنه جدا لكل حاجه انا استفدت منها في الجامعه، سواء دكاتره ستاف كل حاجه. بجد شكرا جامعه النيل انها خلتني الشخص اللي انا قادره اقول ان انا فخوره بيه دلوقتي. حابب اشكر الجامعه على الاوبورتيونيتيز اللي هي بتديها لنا، ان احنا ناخد اكسبيرينسز من كذا حته مختلفه، فتقدر تخلينا وتشيب اس تو ذا فيوتشر حاجه كويسه. شكرا ان هي خلتني الشخص اللي انا فيه دلوقتي وعرفتني على اصحابي. جامعه النيل الحقيقه يعني قدموا لنا كتير عشان خاطر نوصل لمرحله من التفكير، ان احنا طلعنا ناس كويسه والناس بتفكر بطريقه كويسه، وهنقدم في سوق العمل شغل يعني ان شاء الله يكون شغل كويس يعني. حقيقه هتوحشني بكل تفاصيلها. شكرا ان هي كانت البيت التاني لينا وان احنا عملنا عيله تانيه في جامعه النيل. احب اقول كلمه جامعه النيل ان هم حرفيا غيروا حياتي، اللايف ستايل بتاعي، خدت منها خبره كبيره، يعني عرفت ازاي اتعامل مع الناس اكتر. فبجد احب اشكر جدا جامعه النيل. جامعه النيل ممكن اقول الحمد لله انا ما حاولتش الكليه، وانا فخوره باللي انا وصلت له النهارده. وانا احب اقول ان بحب كل الدكتورز والتي ايز من غير ما اذكر اسم عشان ما انساش حد، من اول ما بدخل من اول الامن بره لحد اصحابي لحد الدكاتره والتي ايز، انا كلكم هتوحشوني وبحبكم كلكم. احب اشكرهم برضو ان هم ادوني فرصه ان انا اطلع اكسشينج بروجرام وان انا اغير من نفسي، والله ما كنتش هبقى هنا النهارده. طبعا احب اشكر الجامعه لان هي اللي عرفت ازاي تانفست السكيلز دي، وعرفت ازاي توديها في مكان صح، وعرفت ازاي علمتني انا كمان ازاي ان انا اعرف ابقى efficient وافكتيف في شغلي جدا. احب اشكر جامعه النيل ان هي طورتني وطورت من شخصيتي وخلتني شخص احسن. احب اقول لها شكرا على كل حاجه اديتها لنا، دكاتره، ايفنتات، ساعدتنا، علمتنا مش بس اديوكيشن، علمتنا حاجات كتير بره الجامعه، ساعدتني دلوقتي في الشغل، واحب اقول لها شكرا يعني. وطبعا شكرا لجامعه النيل ودكاتره جامعه النيل والتي ايز بتوع جامعه النيل اللي هم كانوا واثقين فيا وكانوا ورايا لحد ما وصلت اللي انا وصلت له. وانا عمري ما هنسى دعمكم وتشجيع الكليه وانا في اصعب الظروف. هتوحشني قوي، it's been a second home for me so I'll miss you. شكرا جدا ان انتوا كنتوا دايما بتقدموا لنا حاجات مختلفه بتخلينا شخص احسن. انا فخوره جدا ان انا في المكان ده وبحب ان انا جزء من المكان ده. احب اشكر جامعه النيل جدا وانها كانت بتساعدنا في حاجات كتير، وفي ريسيرش وليجر اف ان احنا كنا بنقدم فيها وناخد جوائز عليها، وكان بيساعدنا اكتر كمان في الشغل بره وكده. انا حابب ان انا اشكر الجامعه جدا على الاكسبيرينس اللي انا خدتها، لان لما نزلت سوق العمل فهمت الحاجات اللي انا كنت بتعلمها هنا في الجامعه، الاكسبيرينس قد ايه هي مفيده وقد ايه انا محتاجها في سوق العمل فعلا. فحابب اقول لها شكرا جدا 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 لان هي ادتني الاكسبيرينس اللي خلاني ابقى متشرف ان انا اقول ان انا خريج جامعه النيل، وقد ايه انا ببقى مطلوب في سوق العمل لان انا بس اسمي خريج جامعه النيل. شكرا ان انتوا استضفتوني الاربع سنين دول. شكرا لكل دكاترتي ومعيديني والتي اي كلهم، بجد انتوا كنتوا اكبر سبورت لينا وكنتوا دايما بتشجعونا وكنتوا بتساعدونا في كل حاجه من اي تو زي، وبجد شكرا للجامعه ان هي كانت موفره لنا الفاسيلتيز اللي تخلينا نقدر نكون اللي احنا عليه دلوقتي. انا براود ان انا جراتويت من هنا. انا بجد شكرا لكل الدكتورز، لكل التي ايز، لكل الافورت اللي اتبذل معانا. انا براود جدا ان انا كنت ستودنت هنا وان انا هبقى جرادويت منها. بحب اشكر جامعه النيل جدا لان هي عرفتني على كل اصحابي وكل الناس اللي عرفتهم طول فتره الدراسه. بجد ثانك يو جامعه النيل. اتعلمت كتير قوي في الجامعه وفادتني في حاجات كتير قوي حتى في الشغل، ولما اجي اطبق الحاجه في اللي انا اتعلمته في الشغل بيفرق كتير قوي. احب اشكر جامعه النيل على ان هم دايما بيسبورت اس ان احنا نبقى احسن، وعلى الاكسشينج سمستر ابرود بجد ات واز ا لايف تشينجينج اكسبيرينس. ثانك يو فور ريكرييتنج ماي بيرسوناليتي، وثانك يو فور ايفري ثينج، وثانك يو فور ماي دكتورز والتي ايز، وانا دخلت شخصيه وخرجت شخصيه ثانيه خالص يعني. ثانك يو. الجامعه هتوحشني قوي، وات واز ون اوف ذا موست انترستينج اكسبيرينسز. هقول للجامعة إن أنا ممتنة على الأربع سنين اللي أنا عشتهم هنا، بال
الحاجه اللي انا اكتسبتها بالدكتورز، بان هي حببتني في الماركتنج، ان انا عرفت ان الباشن اللي عندي، بالايام اللي انا قضيتها فيها، بالصحاب اللي انا عملتهم. المكان ده انا عملت فيه احلى ذكريات وقضيت فيه احلى 4 سنين في حياتي، وبجد بجد يوحشني جدا، ومتضايقه ان انا مش هاجي هنا تاني كل يوم.